السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، انا جيت معكم تاني فواحد الوصفة. يا سلام، واحد الوصفة يا سلام. زينا التجاعيد وكتنقي له وجه وجينا البشرة وكترطب البشرة وكتفتحها، وكاع دوك الخلايا الميتة اللي كاينين في البشرة كتحيدهم. واحد البيض، ما نقول لكم يا سلام، واحد البيض قليل وما موجودش عندنا بزاف، وما طيبيضش موجود الطير ديالو اللي كيبيضو، ما كيبيضش كل مره، ما تيبيضش هذا الطير تاع اللي هو بيض الطوس. سمعتي اخوتي خواتاتي، هو اللي بيض الطوس، ها هو كنسلقوه، ها هو دابا سلقناه، ها هو ها هو اخوتي خواتاتي، ها هو ها هو هذا بيض الطوس اخوتي خواتاتي. هذا الطوس ما هو ما كيبيضش، كيبيض مره في العام، مره في العام كيبيض، كيبيض في شهر واحد وتيبيض في شهر خمسة، مره واحده في العام اللي تيبيض في شهر خمسة، ما تيبيض في شهر واحد ولا تيبيض في شهر واحد وتيبيض في شهر خمسة. هذا هما المعلومات على هاد الطوس. وهاد بيض الطوس اخوتي راه يا سلام، ما نقول لكمش، راه كيحيد التجاعيد. عرفتي الوجه ديالك كي تيولي، راه حنا جربناه، ماشي زعما كاين انا تندير الحاجات تنديرها مجربه في راسي وفي البنات ديالي، عاد كنقول لكم كيفاش. وطبيعي 100%، هاد بيض الطوس اخوتي كنشدوه هكا هكا، كنقشروه نقشروه هكا اخوتي خواتاتي، ها هو هكا باش تعرفوش، انا باش تعرفو اشنو كاين. عندي لكم منو اليوم قشير، ما عرفت اخوتي خواتاتي جربوه، هو راه قليل، هاد بيض الطوس راه قليل، ما كاينش قليل وما طيبيضش، هو كي الطيور الاخرين كي الدجاج كي بيبي كي لا كيبيض، هو مره في العام. والطوسه اخوتي شحال كتبيض؟ كاينه الطوسه اللي كتبيض اربعه في العام، وكاينه الطوسه اللي كتبيض ثمانيه في العام. ها هو هاو اخوتي، هادو القشره اخوتي خواتاتي، هانتوما شوفوا معايا، هادي القشره، هاهي القشره تاعتو، هاهي اخوتي خواتاتي. كنبين ليكم انا باش حتى حاجه ما تلفوش عليها، وحتى شي حاجه الحمد لله ما صعيبه، هاهي خوتي خواتاتي، هانتوما شتيه كي تيولي، هذا مقشر، بحال مقشر بحال ماسك، كنديرو ليه هكا، حيت هي تلاتة البيضات هادو. هانتوما خوتي خواتاتي، حتى اللي ما عندوش هاد الماكينه هادي، حتى اللي ما عندوش هاد الماكينه هادي، راه كاينه المولينكس. الله يا خوتي خواتاتي، كنشتو يا سلام على الريحه اللي فيها. هانتوما خوتي خواتاتي، هذا هو حماه، ها هو هذا خوتي خواتاتي، ها هو شوفوا تبارك الله خوتي خواتاتي، شوفوا بيض الطوس كي تيكون هاد البيض تاعو، اه يا سلام، راه تيكون مختلف. هانتوما اخوتي خواتاتي، كنحيدو هاد البيض، البيض كنحيدو ليه هذا، كنحطو حتى هو هنا، حتى هو غادي نديرو به وصفة ان شاء الله. شوفو اخوتي خواتاتي، البيض تاعو الصفر تاعو كيفاش كيكون، هانتوما اخوتي خواتاتي، راه مختلف. سهله وصفه، ما تطلبش شي حاجه اللي هي خوتي خواتاتي، وصفه ما كتطلبش شي حاجه اللي هي زعما كاين
صعيبه وراه يولي لكم وجهكم بديع. هذا كريم تنصوبو الراسي طبيعي كما الكريمات، كما الكريمات ان شاء الله من بعد غادي مازال ندير معكم. هذا كريم عادي اللي ما تيصوبوش راه يشري تبارك الله وما شاء الله، وكتخدر خدمه انا بالخشب. ها انتم اخوتي اخواتاتي بالخشب، انتم انتم شي حاجه يا سلام. انتم اخوتي غادي تكلفوا حتى شي حاجه والله اخوتي اخواتاتي، الا عندكم الشفاء وعندكم البوكس فهاد فهاد الوجه فهاد البيض هذا لوجهكم ليديكم لعنقكم بالفخاد فين ما كان عندكم نتوما هاد الكحوليه هادي كيحيدها. هذا غير هو راه مختلف على الصفوريه تاعت البيض هادي. هانتوما اخواتي اخواتاتي، هانتوما اخواتي اخواتاتي، كلشي درتو قدامكم وعندكم فين توضوا. هانتوما هذا راه بيض الطاوس اخواتي اخواتاتي، كيف طاح البشره كي الدهنيه كي الناشفه. هانتوما اخواتي اخواتاتي، وانتوما تبقى عندكم الوقت بقاو طحنوا ما عندكم مشكل. هانتوما اخواتي اخواتاتي، هانتوما شوفوا ثلاثه البيضات شحال خرجوا تبارك الله، واللي بغى يدير غير بيضه وحده اخواتي اخواتاتي يديرها. هانتوما اخواتي اخواتاتي، هانتوما هذه القشره هذا المقشر. هانتوما تنهزوني تنفوت سالت الكريم، الحمد لله الكريم عطاه الله. نوصيكم باش ما الكريم كله كريم. هانتوما الكريم كيما يكون كيما يكون تشريوه تمشيو عند المحلات. الحمد لله الناس تبارك الله، الناس كلشي تيصايبو الكريم زوين، وكلشي تيصاوب الكريم طبيعي، وكلشي تبارك الله موجود، والحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. الكريم زوين وحنا راه زوينين، حنا العيالات كلنا زوينين. هانتوما اخواتي اخواتاتي، شوف شوف اخواتي اخواتاتي، شوف اخوتي المقشر، شوف شوف اخوتي المقشر. هانتوما كتاكل شتي كتبقاي ديري ليه وجهك هكا 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 تتخليه أو تمسحيه وديري ليك غوط الشمش ديالك تبارك الله ديجا. هذا خوتي الكريم، ها ماسك ماسك، هذا الماسك بالكريم، هذا الماسك تاع تبقى ديري ليه هكا 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 فوشك هكا. هانتوما خوتي خواتاتي، راه حتى شي حاجة ما صعيبة. كون اخوتي خواتاتي ردوا عليا الخبار ورحموا ليا والديا وتساعدوا معايا، ديروا ليا لايك وافوني والحمد لله الا تنفع على القناه راه كلشي عادي ينفع الحمد لله، وكلشي عادي نربحوا نتوما عاد تستافدوا وحنا عاد نستافدوا الحمد لله. والشكر لي اخوتي خواتاتي، شتي هانتوما اخوتي خواتاتي، فهمتوا اش قلت لكم دابا؟ فهمتوا اشنو قلت لكم؟ هذا مقشر ديال بيض الطوس، هذا ماسك ديال الوجه ديال بيض الطوس، هذا راه البيض كاين عندي ها هو. شتي اخوتي اخواتاتي، شوفوا تبارك الله اللهم بارك، شوف هانتوما هانتوما اللهم بارك. اخواتاتي اللهم بارك، سمحوا لي عفوا على يديا واخا ما مسحتوش، المهم هانتوما راه ما كرهتش انا، خصني نخدم بالصباعات راه ما كرهتش انا، نديرو ليديا وما كرهتش نديرو لوجهي. هانتوما اخوتي اخواتاتي، هذا ان شاء الله حتى هو باقي غادي ندير لكم معاه الكريم ان شاء الله باذن الله. هذا غادي نصاوب لكم ان شاء الله مسخور به ان شاء الله في واحد يومين ان شاء الله. هانتوما اخوتي اخواتاتي، هذا كيبغي شي مسائل اخرين ماش كيدار هذا البيض، هذا البيض تاع الطوس، هذا اخوتي اخواتاتي مقشر تاع بيض الطوس. او بيض الطوس اخوتي اخواتاتي راه قليل، الله قليل هو ما كاينش قليل وما كيبيضش ديما. هاهو اخوتي اخواتاتي، هاهو هذا هاهو اخوتي الماسك، هاهو شتي هاهو اخوتي اخواتاتي الماسك تاع بيض الطوس، هاهو بالصحة والراحة اخوتي اخواتاتي. الله يجعل صيد ربي يجيب اللي فيها الخير، والله يشافيكم والله يعافيكم. وديروا اخوتي دخلنا عليكم والله الا ما ديروا هاد التجربة، جربوا اخوتي اخواتاتي الحمد لله والشكر لله. راه كاين عند الناس بيض الطوس موجود الحمد لله، وخا الثمن تاعو باهظ الحمد لله، راه كاين وكلشي في بلادنا موجود، كلشي في بلادنا الخير والخمير، واللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. واخا هذه ما عندكمش نتوما ديروها غير في مولينكس عاديه، واخا ما عندكمش هذه الماكينه ماشي مشكل، ما كطلبش هذاك الطحن هذا يولي تبارك الله كي الكريمه. يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.